بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقام المكان الذي انقتل فيه علي ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام في أعلى الجبال في منطقة كاشان. طبعا هاي المنطقة اللي انقتل فيها، ارتفاع الجبل هني، هذا الدرج اللي صعدنا منه، نهايته إلى المنطقة السفلية. طبعا هاي المنطقة بين جبلين، الجبل الثاني طالعنا تحت، هذه هي مسافة الارتفاع اللي صار فيها القتل. كانت هنا معركة انقتل فيها السيد علي، طبعا قتل في زمن الإمام الصادق، تولى ولاية كاشان في عصر الإمام الباقر لمدة سنة، وبعدها صارت معركة بين الأمويين والعباسيين وتم قتل الإمام. هذه المنطقة طبعا كانت المعركة ليست بالسيوف بل بالعصي، لذلك تميز منطقة كاشان إلى بالحرب العصي.